قبل قليل وردنا هذا الخبر العاجل نقلا عن الدفاع المدني الفلسطيني بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة شناعة في وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى سقوط 5 ضحايا بالإضافة إلى مصابين، بذلك يرتفع عدد الضحايا خلال 10 ساعات الأخيرة إلى أكثر من في أي منطقة في أي منطقة محمد إذا سمحت؟ في وسط قطاع غزة تحديدا في مخيم المغازي، هذا المخيم المصنف ضمن المناطق الإنسانية وهي مناطق آمنة ولا يوجد فيها قتال. قبل قليل أغار الجيش الإسرائيلي على منزلا سكنيا مأهولا بالنازحين، أدى ذلك إلى سقوط قرابة 5 ضحايا بالإضافة إلى 2 إصابة. بهذه الحصيلة أو بهذه الأعداد يرتفع عدد الضحايا خلال 10 ساعات السابقة أو الماضية إلى قرابة 45 ضحية في وسط قطاع غزة وشمال قطاع غزة، هذا نقلا عن مصدر طبي للعربية قبل قليل بأن الساعات الأخيرة هي الساعات الأكثر قصفا على شمال قطاع غزة، عدد كبير من الضحايا في الشوارع لا تستطيع سيارة الإسعاف انتشالهم أو نقل الإصابات. وأيضا المصدر الطبي أكد بأنهم تلقوا قرابة 50 حالة إغاثة أو 50 طلب إغاثة في شمال قطاع غزة، لم يتم تنفيذ أي طلب من هذه الطلبات نظرا لاشتعال الأوضاع الميدانية في محيط مستشفيات قطاع غزة. قبل قليل وفي تطور سريع قصفت المدفعية الإسرائيلية الطابق العلوي لمستشفى العودة حسب شهود العيان وحسب المحاصرين داخل هذا المشفى، بأن الإصابات التي أصيبت قبل قليل في داخل المستشفى كلها من الطاقم الطبي، حيث أصيب عدد من الأطباء والممرضين بشظايا هذه المدفعية الإسرائيلية. وأيضا على الأرض هناك تقدم متسارع وملحوظ للدبابات الإسرائيلية، حيث تعتلي 5 دبابات إسرائيلية تل تقليبو، وهذه التلة تقع تحديدا في شمال مخيم جباليا وهي المنطقة التي تفصل مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وبيت حنون، وتعتبر هذه التلة هي التلة الأعلى في شمال قطاع غزة. وبذلك نستطيع القول بأن المدفعية الإسرائيلية أصبحت توجه نيرانها على كل مخيم جباليا وتحاصر مبنى مستشفى العودة بالمدفعية وتقصفه للمرة الثالثة في أقل من نصف ساعة. تطور خطير وملحوظ حقيقة على الصعيد الميداني في شمال قطاع غزة. نحن نتحدث عن عشرات العائلات المحاصرة تحت النيران. أحد هذه المنازل الذي بداخله 15 فلسطينيا تم هدم المنزل عليهم، وحتى الآن لم تتمكن الطواقم الطبية معرفة مصيرهم إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا أو أصبحوا من العالقين، لأن الدبابات على عمليا هي وصلت إلى مناطق واسعة في مخيم جباليا، والقناصة الإسرائيلية أصبحت تطلق النيران على كل شوارع هذا المخيم.